يلا بدينا زيو سيبون حاضرة بس بس صعب من أول جديد. سالو سالو أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة رمزي وكنزة. لا كنزة ورمزي كنزة رمزي وكنزة أنتوكا مرحبا بكم في فيديو جديد. ما ديزول شيري، أول حاجة غادي نقول ما عرفتش واش غادي تسمعوا الصوت مزيان ولا لا، حيت كما كتشوفوا حنا جينا هبطنا جلسنا في الجريدة باش التسنيم، كتشوف الوليدات الصغار كيلعبوا شوية وداكشي، دونك ما نعرفش أنا الصوت واش غادي يكون واضح مزيان ولا لا. سمحوا لينا إلا ما كنتوش كتسمعونا مزيان، ديروا لي زيكوتور، سدوا البيبان باش تسمعونا اش غنقولوا. وحاجة أخرى بغيت نقول ميرسي ميرسي كبير لكاع الناس اللي دخلوا عندنا وكاع اللي كتبوا لنا دي كومونتير زوينين. ميرسي لصحابنا، ميرسي لعائلتنا اللي كيتفرجوا فينا، وميرسي لكاع الناس، فريمون ميرسي. بون كيما قالت هي، ميرسي للناس الكل اللي شجعونا، اللي بعثوا لنا برشا ميساجات حلوين ومزيانين باش يسمعوا. بون ان شاء الله تكونوا تسمعوا فيا كيما انا. كي اون توكا ميرسي على الميساجات الكل، على العباد اللي بعثت لنا. شفتك اسمح لك وشفتي فيا بهالك يا بنتي، الناس يتفرجوا فينا يا رسول الله. كاو دونك ميرسي بيان تو الموند، ان شاء الله الفيديو هذا اللي نعملوه يعجبكم، ان شاء الله نلقاو دي كومونتير مزيانين. ان توكا احنا بالعكس فرحانين، معناتها حتى اذا كان ما عجبكمش الفيديو ولا فيديو من الفيديو اللي نعملوهم، ما يكونش قد الانتظار وكل، معناتها نورمال نحبوا نسمعوا لي كومونتير نتاع صلحوا هذه اعملوا هذه. اذا كان عندكم دي سوجي معناتها تحبنا نحكيو فيهم ولا دي كيستيون كيما نقولوها علينا احنا على عيشتنا، بون مش لي ديتاي دو ديتاي، مي نقصد بار اكزومبل على وين عايشين، كيفاش نخدموا، شنو هي خدمتنا. ان شاء الله ندير لكم فيديو فيه غير تعرفوا شويه علينا، كيفاش تلاقينا سيرتو، شنو كنديروا في حياتنا، نعرفش المهم حاجات اللي تبغيو تعرفوهم ان شاء الله نقولوهم. وباي ذا واي بغيت نقول واحد الحاجه، الناس اللي كيعرفوني وشحال هذا ما شافونيش كلهم قالوا لي غلاضيتي بزاف. وي غلاضيت، الناس اللي ما عارفينش انا يلاه ولدت بنتي يلاه عندها 5 شهور، دونك عرفتو مع الرضاعه وداك الشيء، دونك سي نورمال نغلاط. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نضعف. علاش ان شاء الله نضعف؟ مالك ان شاء الله تنسى لي الرضاعه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بون هو زاد ابار الولاده وابار الحكايات هذيك الكل، هي سمت كيف عرفتني، على خاطر انا انت سمنت كيف عرفتني عندكم، هو اللي غلط فاش عرفني، حيت كنطيب ليه الشهيوات والماكله وداك الشيء. تكذب اللهم صل عنده ري 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 ري. مالك؟ لا لا هو صحيح تبارك الله، وهي زاد كيف سمنت، على خاطر انا انسان نحب الماكله، يعجبني ناكل، دونك هي ولات تاكل معايا الحاجات اللي هما تسميو هيفي الزان وما كانش تاكلهم قبل. بون اخترنا من هذايا الكل، السوجي اليوم اللي باش نحكيو فيه هو سوجي سورتو احنا معناتها عايشين لبرا، سوجي معناتها نشوفوه برشا، سورتو احنا عايشين برشا جنسيات هنايا مختلفين، دونك نحبوا نحكيو على توسكي افونتاج وانكونفينيون تاع لي غولاسيون اونتر لي كوبل اللي تكون عندهم ديفيرونت ناسيوناليتي. هو الصراحة أنا ما كنشوفهاش، بون هي صحيح كحنا بصح كحنا زعما من ناسيوناليتي مختلفة، ولكن أنا ديما كيجيني تونس والمغرب والجزائر وهكا دوك الدول العربية اللي المغرب العربي، كيجيني خاصك بحال عندنا تقريبا قريب نفس الماكلة نفس الكالتشر، زعما بزاف د الحوايج بحال. و هذاك علاش عمري ما حسيت براسي راني مزوجة زعما شي جنسية مختلفة. ما لقينا شويه صعوبات، بون نقدرش نقول صعوبات، ما لقينا شويه الاختلافات بيناتنا، ولكن زعما عادي ماشي شي حاجه. هو بيان سور معناتها لازم نقاو الاختلافات هذيا، مي اون توكا احنا باش ندخلوا في السوجي من بعد باش نحكيو فيه، معناتها تيب باش نحكيو فيه اكثر ديتاي. تسنيم كتبك
غو عاوتاني غو 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 بون بون ان شاء الله تكونوا تسمعوا فينا. نعاود نقول لكم مره اخرى انا قاعد نعمل في لو ماكسيموم باش نعيط ماذا بيا ما نعيطش برشا باش اللي ورايا ما يسمعونيش. ديزولي على الحس نتاع الصغار هذوما. دونك الحاجه اللي باش نبداو نحكيو بها هي باش نحكيو عليها اليوم هي لا ريلاسيون انتر لي كوبل دو ديفيرون ناسيوناليتي. باش ناخذوا لو كان تاعي انا وكنزك كام اللي احنا عايشينه. دونك نجمو نعطيو افكار اللي احنا عايشينها, نجمو نعطيو شنو هي المشاكل اللي صارت اللي احنا عايشينها, شو ما الحاجات الباهيه اللي احنا عايشينها كيف كيف. فوالا دونك هذا هو السوجي نتاع اليوم. وي فازي كمل. يقول لنا حويجه انا قبل وانا كنهضر. بالنسبه ليا الحاجات اللي نقدر نهضر عليهم اول حاجه غادي نبدا بها هي الماكله. هو تقريبا عندنا ماكلات بحال قبل ما ندخلوا في الديتاي. ديزولي باش نقصك مره اخرى. قبل ما ندخلوا في الديتاي اجا نعرفوا بزوز دول مثال اللي يتفرجوا علينا وماهمش توانسه وماهمش مغاربه. سورتو احنا عندنا اصحابنا مصريين سوريين عندنا معناتها جنسيات اخرى اليوم عرب واصحاب احنا وياهم. بون بالنسبه لتونس والمغرب هما زوز دول موجودين في شمال افريقيا في المغرب العربي. هما زوز دول باغمي خمسه دول في المغرب العربي. وشفت انا هما اقرب زوز دول معناتها قراب لبعضهم في العادات في التقاليد في كل شيء. وزوز دول هذوما بارازار عندهم نفس التاريخ نتاع الاستقلال اللي هو عام 1956. عام 1956 تقلينا الاثنين, كانت استعمرتنا فرنسا. احنا الزوز موجودين على البحر الابيض المتوسط سوف كو المغرب مزهارين عندهم الحظ على خاطر ينجموا يعملوا السيرف بيسكو موجودين على ايوا بدينا تقوص علينا بيسكو موجودين على شو اسمه هذا البحر الابيض المتوسط موجودين على الاتلانتيك. موجودين على الاتلانتيك. تونس فيها بوبولاسيون صغيره نتاع 12 مليون. المغرب تبارك الله عندهم بريسك فوا 4 بوبولاسيون تاع تونس. يزيدوا الله وما زيد وبارك. عملنا كضريبه نتاع البخور. الله ما زيد وبارك. المغرب عنده 45 مليون بوبولاسيون. زوز دول متقاربين. مشيت للمغرب لاحظت بالرسمي احنا زوز كيف كيف. ما عندنا حتى فرق. لا في العادات لا في التقاليد لا في المونتاليتي لا حتى. هو كاين فرق صراحه صغير شويه كيف ما قلت لكم الفرق شويه لقيته بحال مثلا نعطيكم اكزومبل كيفاش قلت قبيله في الماكله. احنا هما كياكلوا الحار بزاف ماشي حار ماشي شويه الهريسه في الماكله لا كيطيبوا بالهريسه فلفلين. كياكلوا الحار بطريقه غريبه سيختو هو ما نعرفش انا واش كلهم ولا لا ما كياكلوا فريمون كياكلوا الحار وانا ما كناكلش الحار نهائيا. انا البزار الا كان زايد شويه في الماكله ما كنقدرش عليه. دونك هذه حاجه احنا ديما خصني نطيب وهو خصو يزيد الهريسه وحاجه اخرى هو ما كيحملش شي حاجه سميتها سكين جبير والسمن. وهما ما كيطيبوش بزاف بسكين جبير قليل. حنايا في المغرب سكين جبير حاجه من الاساسيات. دونك هذاك علاش ديما في الطياب كان خاصني هذيك بحال ندير اللي هو خاطرو ندير انا خاطري. دونك خاصني نحاول ندير يا اما شويه سكين جبير ولا ما نديروش كاع من هذاك ما نهضروش عليه هذاك مستحيل نديرو لا في كسكسو ولا في حتى شي حاجه. التواجن لازم يكون مغلوقين. والطاجين حنا الطاجين عندنا في المغرب كيكون شويه شارب ناشف هما لا هو لا كيبغي يكون فيه البلول بزاف وداك الشيء. وشنو عاوتاني؟ داكشي ماكلة صفرا ماكلة صفرا ماكلة حمراء. هما ديما كيبغيو في الماكلة ديالهم تكون ديما في أي حاجة خصك طيب خصك تزيد ال 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 مطيشة مطيشة الحك ديال الحك فوالا برافو مطيشة الحك باش تجي الماكلة شوية حمراء. ملي كندير أنا ماكلتنا عادية كيف ليا ماكلتك زعرة صفرا. حاجة وحدة أخرى اللي هي ما حنا ماشي بحالهم نهائيا فيها واللي هي العرس المغربي والعرس التونسي. الوغ لا فريمون لا علاقه ببعضياتهم. والعرس المغربي اكيد ما كاينش بحالو ما العرس المغربي ما كاينش بحالو في العالم كامل. كاين عرس مغربي واحد. هما عندهم عاوتاني تقاليد زوينه اللي هي سبع ايام وسبع لياليك.
دابا شنو عندهم، شنو الفرق بيننا وبينهم في العرس؟ حنايا في العرس كنديروا دوك مثلا خمسه اللبسات ولا اربعه اللبسات، وكنديروا الحنه وكنديروا لا غوب ما سامحني باش نقصك على حاجه عشان نكمل هادي. هما لا، هما داكشي اللي كنديروا حنا في نهار واحد كيديروا على 7 ايام. مثلا الحنه نهارها بوحدو، اللبسه واحد اللبسه كيسموها الجليه ان شاء الله، الجلوه باردون، اللي هي حاجه سبيسيه معناتها. ان شاء الله المره الجايه نديروا لكم لقطات من 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 العرس باش تشوفوا داكشي اللي لبست عندهم وداكشي اللي درت في العرس ديالنا في المغرب، حيتاش حنا درنا عرس تونسي وعرس مغربي. دونك عندهم لبسه سميتها الجلوه، بحال انا جاتني بريسك بحال لبسه ديال الفاسيه، الفاسيه ديال المغرب هذيك اللي بحال هكا. غير هما كيديروها بزاف لي زاكسيسوار. بون، هو هذيك اللبسه الفاسيه احنا هذيك تسمى اللبسه الجربيه. احنا عندنا جزيره اسمها الجربه، يعملوا نفس اللبسه ويعملوا لي ميم تراديسيون اللي بغيت نقول. هو على كل لبسه كيديروا لها نهارها او ليلتها. بون، انتم برومون كنتوا عاملين نفس الحاجه قبل؟ لا، احنا عرس عرس واحد في نهار واحد، كنا كنديروا ليله ديال الحنه ولغت ليه العرس. هذا الشيء اللي كنعرف. بون، احنا توا زاد كيف كيف العباد ما عرفتش. عجبك العرس؟ قول لي واش عجبك عرس المغرب ولا لا؟ حاجه لوكس. صح والله حاجه. شنو عجبك في المغرب؟ باش نحكي لهم شنو اللي عجبني في المغرب، شنو اللي عجبني في العرس المغربي، شنو هو الحاجات اللي تعجبني. مي بون، على حكايه العرس هو توا العباد معناتها ما عادش عندها، ما عادش كابابل باش تعمل 7 ايام وسبعه ليله، دونك ولات تلم حاجات الكل وتعملهم الكلهم في ليله واحده اللي هي الليله كيما اللي تعملوها انتوما. مي العرس المغربي بصراحه حاجه لوكس. انا كانت الاكسبيريونس ياسر مزيانه، سيد روحي مشيت المغرب وسيرتو معناتها باش نحضر اول مره في عرس مغربي واللي هو عرسي. وزدت فرحت معناتها، قالوا لي باش نلبس اللبسه التراديسيونيل التونسيه اللي انا عمري ما لبستها في حياتي، وباش نلبس شوفوا هو، شوفوا واحد الحاجه، هو تونسي وما عمره ما لبس، بحال قلتي تخيلوا معايا مغربي عمره ما لبس جلابه مغربيه، اللي هذه حاجه ما يمكنش، ما عمرك تلقى شي مغربي ما لبس جلابه مغربيه. هو تونسي عمره لبس لبسه تونسيه تلبسها في عرسه في المغرب. شوف شوف الزهر. دونك عجبني العرس، اكثر حاجه عجبتني في العرس بون هما حاجتين عجبوني، النقافات ولا مش النقافات سامحني، لكن اللي هزوا العماريه الرجال الرجال والعماريه. بون طلعت في العماريه حاجه ياسر حلوه، هكا تحس روحك عالي، وعندك الرجال اللي هزوا بيك العماريه زاده الله يعمر لهم دار، وربي الله يرحم والديهم كانوا محليهم سامباتيك على الاخر. المغاربه كامل الله يعمرهم. لا بالعكس، المغاربه كلهم باهين وكلهم هكا محليهم، قلبهم كبير. ولاحظت انا مع التوانسه سورتو، حسيت من الشرطه للعباد النورمال، العباد اللي في المطار، اللي يخدم في ريستورون، الكل اللي يخدم في قهوه، وين ما يلقاك تونسي يقول لك راهو احنا عندنا هكا حب للتوانسة، على خاطر احنا كيف كيف احنا صحاب. برشا تبادل معناتها، برشا توانسة يجوا للمغرب والمغاربة يمشوا لتونس. لكن اللي يهزوا في العمارية فما حاجة ما قالوها ليش في العرس المغربي، بارك الله عليكم، بديت نرشق. لازمك تخلي شو اسمه، طلعت لي واحد القضية في العرس. دابا حنا نورمالمون النرشق ينعلق نورمالمون في العرس، ما كنعلقوا العروسه الا ناضت تشطاح، سينو اللي كيغني ولا النقافه ولا ما نعرفش المهم حنا كنعلقوا، وهذيك الفلوس كياخذوها نورمالمون هما، ما نعرفش انا كياخذوها النقافات ولا احنا في تونس. احنا في تونس احنا اللي ناخذوهم، العروس والعروسه هما اللي ياخذوهم. هما في تونس مثلا الا مامات العريس علقات للعريس ولا العروسه ولا شي حاجه، اي واحد علق ليك ديك الفلوس كتاخذها انت كتولي ديالك. ايوا هو عند بالو راه بحال تونس، ايوا السيد حط الفلوس في جيبو كيدور كيعلق وعارف دوك الفلوس راه راجعين ليه راه لا 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 مش هكايا، الفلوس اللي انا علقت كنا كنشطحوا الفلوس اللي انا علقت لي كنتي وامي مسكينه واختي جايين يحطوا لي الفلوس. تمشي عند امو واختي تقول لهم كل شويه علقوا عند بالو دوك الفلوس غناخذو. امي امي كانت تحط بال100، قلت لها سير حط بال200، وكان فما 500 زاده في المغرب حطها وفرحان. جيت في اخر لارس قلت لهم الفلوس وين؟ وين؟ قالوا لي الفلوس هزوهم، تعرف تجلطت تشليت روحت ورقدت بعد العرس. ودي كانت حاجه زوينه الصراحه في العرس. اما فما حاجه اخرى زاد كونسيرنون جبدت على العماريه، العماريه زاد احنا ما عندناش، اما يكريوها في العريس نتاع تونس.
ولات حاجه فاشل ولكن كيكريوها عندهم ولات حاجه جديده عندهم ولكن ما كيهزوش يدوروا بيه. المشكل شنو المشكله اللي صارت في عرس وقت جبنا العماريه يا سيدي فرحان قلت له هاي قبل ما نعرفوا انا هاي عنده 10 سنين قلت له هاي سيدي انا جبت العماريه وكل بون مانيش عارف انا البرانسيب نتاع العماريه شنو. جينا في السهريه اللي فيها احنا عملنا سهريه اللي هي السهريه اللي قبل العرس قبل ليله العرس. نقولوا احنا ليله الحنة ليله الحنة فوالا نشوف في العماريه ونقول يا ربي العماريه هذه كيفاش توا. جيت لاختي قلت لها زعما تدخل انت في وسطها واحنا نجيو نتصوروا معاك ولا ندخلوا احنا في وسطها وانت تصور معنا. حاسين قعدنا ندوروا بك العماريه اجدكم شي عماريه ولا عرفنا ندخلوا في وسطها ندخلوا اختي في وسطها. باهي ان توكا من بعد كي مشيت للمغرب عرفت شنو هو العماريه وشنو هي العماريه والسر نتاع العماريه حاجه ياسر 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 حلوه. والعرس المغربي حاجه ياسر سمباتيك. علاش؟ على خاطر انتوما في المغرب ديما نقولها ونعاود نقولها انتوما قعدتوا ياسر شادين على العادات والتقاليد اللي احنا في تونس بدينا نهربوا على الحاجه هذيا وسي مالوغو. انتوما في المغرب بار اكزومبل انا كي شفتها تعجن في الخبز قلت لا اله الا الله مازالت فما نسيت تعجن الخبز. جاتو بيزار كيفاش كنعجنوا الخبز في الدار. بون حتى انتم في تونس عندكم الناس كيعجنوا الخبز في الدار. اما قليل احنا عندنا سيل تمشي تخرج اكثر من تمشي تخرج تقف على الكوشه تقول له اعطيني زوج باكيت. كي ياكلوا بالباريزيان حنا الباريزيان عندنا غير في الفطور هما كيتغداو به يتعشاو به. الباريزيان عندهم حاجه مهمه دونك هذيك الحاجه الباهيه اللي عندكم انتم المغاربه واللي عجبتني على الاخر في المغاربه سيكو انتم مازلتوا شادين في العادات والتقاليد. شفتها في العيد شفتها في الموسم شفتها في الموسم كيما نقولوا كيما هو شو اسمه لا اله الا الله كيما مثال المولد كيما العيد الكبير عيد الميلود كيما فما هذوكم المواسم راس العام العربي مثلا. حنا دابا هنايا واخا حنا زعما هنا ما كاينينش في المغرب وكل شيء في العيد ولا في شي حاجه خصنا نلبسوا قفطان خصنا نصيب الحلوه ماشي نصيبها زعما نشري الحلوه ونقاد الطبله واتاي وداك الشيء. هو عادي كيفيق العيد الصباح كيقول لي بونجور وعادي وانا ومره كنا كنرسم على نقول لك عيدك مبروك اي بونجور عيدك مبروك وعادي يقدر يخرج يقدر يقول لك واحد المره كنا تناقشنا تخاصمنا على هذه القضيه كان العيد ما عقلتش واش العيد كبير ولا ما عقلتش الى عيد. المهم هو انا فرحانه وفقت الصباح ووجدت البغرير والمسمان واتاي وعمرت هذيك الطبله سرحتها ناض السيد. بون هما كيشربوا القهوه فاش كيفيقوا الصباح اوكي ماشي بحالنا حنا كنفطروا باتاي ولكن اتليست انا عمرت الطبله نورمالمون يجيب قهوته يصيب لي قهيوه ويجي يجلس معايا. ايوا انا فقت قبل منه ما بغيتش نفطر حتى يجي ويشوف الطبله ويشوف داك الشيء مقاد وانا لابسه القفطان وهذا جا جلس قال لي بونجور قلت له طيب القهوه قال لي وي شد القهوه ديالو وقف في البالكا وشربها وعادي قلت له انا كنتسناك باش غنفطروا زعما راه اليوم العيد قال لي لا انا ما نحبش ناكل انا ما فيهاش ما ناكل ومشى وقف في البالكا وكيشرب قهوته كما قال له عادي بحال حتى حاجه ما كاينه. كنت غنحمها هكذاك النهار من بعد فهمت باش يا خويا يشد القهوه باش يوقف ليا في البالكون. من بعد فهمت وحفظت كل عيد الكبير لازم نقعدوا نلبس لبسه اللي هي تراديسيونيل ونحطوا سورتو الطرب الاندلسي. وي بيان سور بون الطرب الاندلسي اللي هي حاجه ياسر مزيانه وحاجه انا تعجبني على الاخر. بون احنا توا جبدنا كي قعدنا نحكيو دون لو فاك ما جبدناش على ما تعمقناش معناتها في الحاجات الباهيه والخايبه. مي تجي تشوف مثال احنا العيد مش كيفنا مش كيفكم انتم مازلتوا معناتها شادين في العادات. هو كيبان ليك احنا شادين في العادات والتقاليد ديالنا بزاف مثلا عرسنا اعيادنا رمضان حتى انتم ولكن احنا اكثر احنا مازال شادين احنا الشيء عمال ينقص معناتها. دونك هذوما الحاجات نحب جوست نحل بارونتيز صغيره هذوما الحاجات بار اكزومبل اللي هما يكونوا من ديفيرونت ناسيوناليتي. اذا كان انا ما ناخذش اون كونسيديراسيون الحاجات اللي تحبهم مرتي اللي هي مستانسه تعمل فيهم في بلادها مع عائلتها و... صحتو حنا هنا في الغربه ما يمكنش مثلا تهزي ساكك وتمشي عند ماماك ولا عند اختك ولا تدوزي معاهم نهار العيد ولا
خصك ضروري ديري داك الجو في دارك، فهمتي انت وراجلك وولادك وداك الشيء في دارك. ما يمكنش ما يمكنش تغطي نهار العيد هكاك، تخليه تفيق الصباح وتقول لي عادي نهار العيد وصافي. انا دابا العيد الكبير حتى ولا هنايا ممنوع باش نذبحوا داك الشيء، زعما في لي زابارتمون ممنوع انك تذبح وداك الشيء. في العيد الكبير ضروري كنمشي كناخذ كاع داك الشيء ديال الحولي، الكبده، الشحمه، كاع داك الشيء. دابا هو ولا البولفيف، البولفيف، ولا اكسيتي معايا فاش كيقرب العيد كيقول لي يلا باش نمشيو نشريو داك الشيء. كنوجد داك الشيء ديال العيد بحال العيد، ما فوالا ما نقدرش. واخا بابا وماما الله يخليهم ليا والله يحفظهم يا ربي، فين ما كنمشي للمغرب كيديروا لي داك الشيء ديال العيد والحولي وداك الشيء، ولكن ضروري نهار العيد ما يمكنش يدوز هكاك خاوي، ما يمكنش. دونك هذا هو معناتها الحاجات اللي احنا لقينا فيهم، معناتها كيما قلت لك هي الطيب، المناسبات، عندك بون ما نعرفش. انا ما لقيتش مشكله كبيره مع كنزه، سورتو كو انا وهي معناتها الافونتاج اللي عندنا سيكو عندنا نفس الهبل، عندنا نفس الهبله، عندنا نفس الجو، عندنا نفس الاصحاب، نفس الانفيرونمون اللي احنا عايشين فيه على خاطر نخدموا مع بعضنا. هذاك علاش انا ديما ما عنديش، ديما كنقول ليه ما عنديش مشكل زعما من بعد ان شاء الله، الى اكيد غادي يجي واحد النهار وغادي نبغيو نستقروا في بلادنا ونرجعوا في حالنا. انا فريمون ما عنديش مشكل نهائيا نمشي نعيش في تونس ونعيش زعما وسط التوانسه، لحقاش مشيت وشفت وعجبتني تونس بزاف، وعجبوني الناس ديال تونس بزاف، حتى هما ظريفين وحتى هما بحال المغاربه تبارك الله. زعما عز عليهم الناس وعزيز عليهم الضياف، وسخطوا عائلته، سخطوا دارهم، خالو، اختو، ماماه، كل شيء، كلهم زعما العائله كامله. دونك ما عنديش مشكل نمشي نعيش ما بيناتهم، نعيش وسط منهم، بالعكس غنكون فرحانه بزاف. وهو عاوتاني لا ميم شوز. وين كيف كيف هذاك علاش حنا مازال ما عرفناش بالضبط فين غادي نعيش. حتى هو كيقول لي نعيش في المغرب، ما عنديش مشكل. احنا مشكلتنا هي تحب تعيش في تونس، ونحب نعيش في المغرب. مي بون تو هيك نحكيو دون فاسون جينيرال، وجوست نحب نعطي هكا نصيحه صغيره للكوبلوات. بون ما نعرفش اذا كان عندنا شكون من اللي قاعدين يتفرجوا فينا معناتها واخذين ولا يعرفوا بنات اللي هما من ولا اولاد اللي هما من جنسيات اخرى. نحب نقول لكم حاجه واحده، لازم تسامح، تو دوا توليري، ما يلزمكش تكون مكبش في عاداتك وتقاليدك وتفرضها على غيرك. بالعكس يلزمك تعطي وتاخذ، ويلزمك تحفظ، ويلزمك تسمع. اذا كان سورتو في الماكله زاد، عمرك ما تجي في الماكله والبارتنير نتاعك سواء مرتك ولا راجلك يطيب حاجه وتقول له لا لا لا، وتعمل لك اللي جيست بوجهك واخ وبخ ودخ. بالعكس ذوق، قول ما عجبنيش، ماذا بيك تنقص من كذا، تزيد من كذا، اما ما تعملش كيما نقولوا ما تصدش طول. اذا كانك تنجم تعمل حاجه اللي هي معناتها تيتولير، اذا كان تقدر العادات والتقاليد. سخت رجال، المراه مسكينه كتعيا كتوقف كتبغي. مش كان سخت رجال، سخت التوانسه. لا لا كندوي على رجال بصفه عامه شغيل. التوانسه علاش؟ خاطر المغربي، خاطر انا لاحظت حاجه، سامحني نقصك. انا لاحظت كو المغربي ياكل ماكلتنا ويذوقها ويحبها. مثال، لا لا انا كنهضر على الرجال، ديزولي شغيل، كنهضر على الرجال بصفه عامه. مرتك راه كتوقف مسكينه طيب في الكوزينه على قبلك باش تفرحك، باش حتى الا ما كانش داكشي عاجبك بزاف ولا ما نعرفش، كنتي مثلا حاط في مخك اليوم غتاكل كسكس وهي طيب الطاجين، فهمتي؟ ديما كما اليوم انا حبيت على كسكسي كي ساندويتش، ديما فوالا، ديما ضحك، ديما قول لها كلمه زوينه، ديما باش 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 حتى المراه دايره بحال هكا. المراه كتبغي تسمع، لا والله الا كنهضر بصح، ديما المراه كتبغي تسمع كلمه زوينه باش كتعطيك اكثر. المراه قد ما سمعت كلمه زوينه وقد ما شكرتيها وقد ما ما كنقولش لك نافقها، ولكن لا بالعكس لازم كما قالت هي تقول الكلمه الباهيه. انا مرتي قعدت نقول لها قد ما عطيتيها الهضره الزوينه وقد ما ضحكتيها وفرحتيها قد ما هي كتعطيك اكثر، قد ما هي كتكون افكتيمون هذاك اللي صاير في دارنا. قد ما نقول لمرتي الكلمه الباهيه والزوينه والتحفونه، وليت انا هو اللي نقف نطيب. طيب كيف تجي فقط لا غير،
تيجي ان شاء الله هذه ماكلة تونسية ان شاء الله شي نهار نصايبوها لكم غتعجبكم بزاف سيختو المغاربة غتعجبكم. هذا روتيني اليومي انا كيف تيجي في ما كنتهاش صراحة كيصايبوا ليا. بون غادي نحبسوا الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف، احنا مازال ما عارفينش واش الفيديو خص يكون طويل ولا قصير، ومهم قبلوا علينا وعلى هادشي اللي كنديروا وان شاء الله نعجبوكم بزاف. ان شاء الله الفيديوهات الجايين يكونوا زوينين اكثر، وان شاء الله تخرجوا معنا نشوفوا دبي كيفاش دايره، نشوفوا البلايص هنا في الامارات، نشوفوا هكا نديروا بكم دويره صغيره ونوريكم بلايص زوينين، نوريكم فين كنمشي وكيفاش كندوزوا نهارنا، علاش لا صحابنا وفوالا. وميرسي بزاف على كاع الناس كما قلت في الاول اللي دخلوا اللي قالوا لنا كلمات زوينين، وميرسي يعطيكم الصحه. ان شاء الله الفيديو هذا ما يكونش يكون باهي، ان شاء الله ما يكونش ممل، يكون باهي ان شاء الله، يكون عجبكم. كان عجبكم خليوا لنا كومونتير، كان ما عجبكمش خليوا لنا كومونتير كيف باللي كومونتير نتاعكم نجمو نقدمو نجمو نحبو نجمو نصلحو نجمو نحسنو. ميرسي بيان ونشوفوكم ان شاء الله فيديو واحد اخر جديد. باي باي.